موقف محرج للسيسي بسبب النشيد الوطني في أسيوط. سيادة الرئيس ورأيك، يعني حضرتك عاوز تلحق البوفيه ولا هتجري تتشعبط في الميكروباص؟ ناسي ان في سلام وطني هيتعزف. والحقيقة رغم غرابة وكوميدية التصرف الا ان السيسي في اللقطة دي بالذات كان متسق مع نفسه جدا. الراجل طول الخطاب بيدافع ويتكلم عن اسرائيل والحب والامان والسلام مع الكيان الصهيوني. منطقي جدا انه ما يقفش يسمع عزف السلام الوطني. اظن لو كانوا هيعزفوا السلام الاسرائيلي ما كانش اتحرك. بس معودة، انا ما بعتش جوز المصرية عشان اتحاكم هنا. باسم عودة مسجون بقاله حوالي سنتين، كل طلبه انه يعرف تهمته ايه. الحاجات دي بنسمع عنها بس في القصص الفكاهيه بتاعه الممالك بتاعه عصور ما قبل اختراع الجبنه الرومي. وبعدين بتقول عباد شمس، استغفر الله العظيم، ادي قضيه ازدراء اديان سنه سجن، وما بعتش جزء المصريه انت بتقول مصريه، وادي 5 سنين سجن و100 الف جنيه غرامه و200 ضغط، كل ده ولسه بتسال التهمه ايه. بالمناسبه احب افكركم ان البرادعي اشترط اقاله باسم عودة من وزاره التموين قبل مشاركه جبهه الانقاذ في اي حكومه توافقيه في مؤتمر للجبهه بتاريخ 22 ابريل سنة 2013. وبرر البرادعي طلبه بان نجاح الوزير الاخواني في منصبه السيادي يعتبر دعاية حزبية غير مقبولة. الحقيقة يا دكتور باسم، كل اللي قلته ده في دولة زي دي وقصاد قضاء زي ده كفيل جدا انه يعدمك مش بس يحبسك. دكتور باسم عودة عارف كويس ان الكلام اللي قاله ده هيكلفه تعذيب بالساعات وانفرادي ومعاملة اسوأ من الاول، ومع ذلك قال وما خافش. الدكتور باسم عودة جاي من السجن والضباط والنيابة واللي واقفين حواليه كلهم جايين من بيوتهم، ومع ذلك تلاقيه وسطهم واقف منور وانضف واحد وبرنس وسط رمم. البنك المركزي يطبع 30 مليار جنيه لسداد اجور الموظفين، وخبراء كارثة تؤدي لانهيار الجنيه. احمد موسى قال كده، قلت اطلعوا البلد كملهم بقى 300 مليار جنيه ونروح نشتري دولارات من امريكا. الموضوع ده عامل كانك اشتريت لعيالك الاربعه رغيف عيش واحد بس. قالوا لك ايه ده، رغيف واحد لينا كلنا؟ رحت قطعت الرغيف 4/4 واديت لكل واحد ربع. قالوا لك ايه ده، كل واحد فينا حته عيش واحده بس؟ رحت مقطع الرغيف 8 حتت واديت كل واحد حتتين وحليت المشكله. وكده الحمد لله وعداك العيب وازح ونط من الشباك. البنك المركزي يعيد طباعه الجنيه الورقي ويطرح 300 مليون ورقه منه قبل العيد. ليه بقى رجع الجنيه الورق تاني؟ ها ليه؟ فكر كده شويه هتعرف لوحدك، واضحه جدا يعني. بالظبط، قال لك تخليدا لحصول الجنيه الورقي على اجمل تصميم عملات على مستوى العالم. ده جنيه بني يا اخوانا، في عمله في العالم لونها بني؟ يمكن قصده احلى تصميم جنيه في مصر. واضح ان الحكومه شافت ان السبب في مشكله الجنيه ان الدولار مستقل بيه ومستصغره لانه معدن وصغير كده ومدور، فقررت ترجع الجنيه الورق اللي هيعرف ازاي يقف له ويسد قدامه. متحدث الكهرباء للتحرير، محطه اسيوط تعمل منذ الصيف الماضي، بقى لها سنه شغاله، والقبلها سنه بنا مثلا، وقبلها سنه تخطيط. طب عظيم، على كده السيسي هيفتتح معبد ابو سمبل ان شاء الله في العيد الكبير. الراي نبحث عن مصادر اخرى للمياه غير النيل. توصلوا خراطيم من الحنفيات يا اخي، او دوروا على مصادر تانية للمحاصيل بدل الزراعة يا اخي، او مصادر تانية للتغذية غير الاكل يا اخي. انتوا هتتلككوا بقى على حتة نهر لا طالع ولا نزل وسبناه لاثيوبيا يعني؟ ما تشوفوا شغلكم كده وحللوا اللقمة. اه ده صحيح، مفيش لقمة اصلا. السيسي يوقف حديث وزير الكهرباء عن السد العالي. احنا عندنا شبكة بقى تبقى عظيمة امتى يا فندم؟ يوم ما يبقى في عناصر مؤثرة كبيرة فيها بتخرج من الخدمة ومع ذلك الشبكة لا تتأثر. لغاية عنصرين كبار يعني، مثلا السد العالي خرج، محطة ب 4000 ميجا خرج مثلا يعني. بلاش نتكلم في التفاصيل دي يا استاذ. بلاش نتكلم في احتمال خروج السد العالي وانخفاض منسوب النيل وسد النهضة، وبلاش نتكلم في ريجيني والجزر والمعتقلين. طب فخامتك يعني تحب نتكلم في السيسي يعني، ولا نتكلم في ولا نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه؟ بعد أزمة ريجيني، وفد مصري بقيادة الفضالي وطارق علام يوطد العلاقات مع إيطاليا، وفد دبلوماسي شعبي في دجال بيعالج بالأعشاب، ومذيع تلفزيون ورئيس حزب رايحين يحلوا أزمة ريجيني مع إيطاليا. تخيل أنت كده لما يروحوا البلد ليوناردو دافنشي وجاليليو ومايكل أنجلو ويعرفوا نفسهم كده للمسؤولين الطليان. طارق علام يقول له أنا كنت مذيع من 20 سنة بعمل برنامج وظيفته إنه يفضح جهل المصريين، وحساسين يقول له أنا عطار متنكر في جلابية الدجال، وظيفتي إني أقنع الناس إن الطب ده ملوش أي لازمة، وإننا لازم نستثمر في المخزون اللا ثقافي الجمعي بتاعنا، وجايين نقول لكم ما تزعلوش مننا بقى عشان ريجيني ده يعني كان شيطان ودخل بينا يعني. وفي كلام من الاستاذ طارق علام هينزل الشارع الايطالي ويسال الطليان مين اللي قتل ريجيني، واللي هيقول الاخوان هياخد جنيه ذهب. مصر تتعرض لاسوا موجه حاره طوال الاسبوع القادم. طب والله
دي حاجه كويس كده، لما ننشر الايجابيات في الجو ده هتنشف بسرعه. وفرصه نفكر الناس بثواب عظيم، يا ريت وانت نازل في الحر ده تاخد معاك ازازه ميه ساقعه، ولو قابلت امين شرطه اشربها قدامه. السيسي يدعو من اسيوط الفلسطينيين والاسرائيليين الى سلام دافئ. محدش كان يقدر يعرف حجم الكراهيه وحجم الغضب والعداء اللي كان موجود قبل ما مصر تعمل قفزه هائله عشان الفجوه اللي موجودة بين العداء والكراهية والحروب والاقتتال تنتهي. يمكن حد يقول إن السلام ده مش دافي، هيتحقق سلام أكثر دفئا لو قدرنا نحل المسألة بتاعة أشقائنا الفلسطينيين. بقول للإسرائيليين وهم بيسمعوني، وأرجو إن القيادة الإسرائيلية تسمح بإن الخطاب اللي أنا بتكلم بيه ده يتم إذاعته في إسرائيل مرة واثنين. طبعا السد العالي والمية والكهرباء دي تفاصيل فارغة مش عايزين نتكلم عنها يعني، وموضوع الجزر والريجيني دي حاجات تسيء لينا يعني لو اتكلمنا فيها، وهو مش عاوز يسمع عنها حاجة تانية يعني. أمال بقى إيه الموضوع المهم الخطير اللي يهم المصريين أكتر من الحاجات دي؟ موضوع تحقيق سلام أكثر دفئا مع إسرائيل. سلام دافئ في الحر ده يا نهار فرهضة يعني، أتاريه بنايم أمريكا من المغرب عشان ينام مع إسرائيل بدري؟ وبالشكل ده نفهم من آخر خطابين للرئيس إننا كلنا هناخد فيها سلام دافئ. استنى كده، صحيح هو قال أفزة ولا أنا متهيألي؟ باسم يوسف من عزيزي بيريز للسلام الدافئ مع إسرائيل مفيش فرق كبير. هو باسم يوسف يا إما البوصلة عنده ضايع وعمال يلوش ويزيد في أي قضية وخلاص عشان يسوق لبرنامجه الجديد، يا إما مدي الصفحة لناس يكتبوا بالنيابة عنه زي ما كان بيجيب ناس يكتبوا له مقالات قبل كده واتفضح لما حد منهم سرق مقالة واداها له على إن هو اللي كاتبها. أظن يا دكتور باسم أنت كبير بما فيه الكفاية عشان تعرف وتفهم لوحدك إن عزيزي بيريز كانت ديباجة بروتوكولية بتتحط في كل المراسلات الدبلوماسية مش من باب المحبة يعني، وإنها لو اتشالت كنت سعادتك هتسخر برضه وتقول بيودونا في داهية وهيتسببوا حرب مع إسرائيل وما بيفهموش في البروتوكولات. طبعا حضرتك عارف إن في فرق بين ده وبين إن الرئاسة ترتمي بالفعل في أحضان إسرائيل طمعا في الدفى مع إن الدنيا حر. مباحث الآداب توقع بشاذ جنسيا عن طريق الإنترنت ونيابة العجوزة تأمر بحبسه. تخيل معايا مؤمن ضابط قاعد على مواقع تعارف مثليين عشان ينصبوا لهم خية ويقبضوا عليهم، تخيل كانوا بيقولوا لبعض ايه، وازاي وهو بيقول الكلام ده كان مقتنع انه كده بيخدم البلد يعني. عموما مشكورين على المجهود اللذيذ ده، يا ريت نشوف زيه مع الناس اللي عربياتهم بتتسرق مثلا ومحدش بيعبر. ازمه نواقص الادويه تتصاعد وغرفه الدواء داخلين على مصيبه. احد اثار الارتفاع الملحوظ في الاقتصاد المصري بعد قناه السويس وبقيه المشاريع بقى فيه عجز غير مسبوق في العمله الصعبه، وده مخلي شركات الادويه ووزاره الصحه مش قادره تستورد ادويه ضروريه. ولما وزير الصحه لجأ للبنك المركزي قال لهم بك في العش ولا طارت، وده طبعا اتسبب برضه في ارتفاع اسعار الدواء اللي ارتفعت بارتفاع سعر الدولار والمواد الخام اللي بنصنع بيها الدواء عندنا. مجلس الوزراء قرار رفع سعر الدواء يصب في مصلحه المواطن. المريض بيبقى غلبان لما الدكاتره يعملوا اضراب، لكن يبقى لازم يستحمل لما الدواء يغلى والشركات تستغل ده عشان ده في مصلحته. بعد تفكير عميق اكتشفت رئاسه الوزراء ان رفع سعر الدواء ده يصب في مصلحه المواطن. اكيد طبعا، ولو مش مصدق اسال سعيد حساسين، خصوصا ان المصريين بيستغلوا ان الدواء رخيص وبيعيوا كتير جدا. احنا لازم نرفع سعر الدواء عشان يحترموا هم يبطلوا يعيوا. بالمناسبة هما مش اعلنوا ان زيادة الدواء 20% بس؟ طب ما تيجوا نشوف. هما اعلنوا في الاول ان اي علبة اغلى من ال 30 جنيه مش هتغلى، رجعوا اعلنوا بعدها ان اي شريط اقل من ال 30 جنيه هيغلى. العلبة ل 98 جنيه وفيها 3 شرايط بقت ب 108 جنيه. خدوا التانية كمان. موضوع الحد الادنى للغلاء 2 جنيه دي عملت ايه؟ ان اي علبة فيها الشريط ب 2 جنيه مثلا بقى الشريط ب 4 جنيه، والشريط ابو 5 بقى ب 7، بمعنى ان العلبة اللي كانت ب 4 جنيه وفيها شريطين بقى الشريط ب 4، يعني العلبة بقت ب 8. اللي هو نسبة 100% زيادة. وخدوا دي كمان، أي علبة حقن فيها أمبولات الغلاء بينزل عليها بالأمبول، يعني علبة الديبوفيت كانت ب 17 جنيه ونص كان فيها 5 أمبولات، سعر الواحد 3 جنيه ونص، دلوقتي الأمبول الواحد زاد 2 جنيه، العلبة بقت ب 27 جنيه ونص، يعني فوق ال 60% زيادة، وده كله طبعًا عشان مصلحة المريض، مش أحسن ما يضيع فلوسه على السجاير والأرواح؟ 6000 ضابط ومجند لتأمين زيارة الرئيس لأسيوط. 6000 واحد من الحرس الجمهوري بيأمن زيارة السيسي لأسيوط، عارفين ليه؟ عشان محدش يطلع له على الكورنيش ويقول له ما تخافش. جيهان السادات: حكم السيسي يشهد حريات كاملة بعكس عبد الناصر، ما كانش حد بيفتح بقه. ومن كتر الحريات أي حد يطلع ينتقد الحكومة أو الذات السيساوية بيبقى هو شخصيًا خبر متداول ومن الأعاجيب. يا راجل ده من كتر الحرية أنت ممكن تنزل تقول الجزر السعودية وترفع علم السعودية ومحدش يعمل لك حاجة. السيسي يعد لتعديل الدستور ورفع مدة الرئاسة لست سنوات.
ست سنوات أو 50,000 كيلومتر مربع، أيهما أقرب؟ دكتور عكاشة: الأنانية والعدوانية وراء عدم إظهار إنجازات السيسي في الإعلام. ده واحد من أكبر دكاترة الطب النفسي في مصر، واللي بعد ما البلد تخرب هيقول لك كل ده كان جزء من العلاج، عشان بدل ما نعاير الراجل بمرضه ونتاجر بعهده كنا بنحاول نعالجه. معتقل الواتساب. الحالة الثانية: محمد الصغير الفنان اللي هو بتاع عبارة طيارة الدوحة اللي في فيلم إكس لارج، واللي بيعمل برنامج الكاميرا الخفية اللي اسمه غلايفة، واللي ده اتقبض عليه فقط لأنه كان بعت رسالة لصاحبه على الواتساب قال له نتقابل الساعة 4 على القهوة، وهو ساكن في وسط البلد. محمد الصغير اللي طلع في إكس لارج بتاع طيارة الدوحة كان قاعد على القهوة، طبوا عليه، فتحوا الموبايل لقوا عليه رسالة بعتها لأصحابه مكتوب فيها نتقابل على القهوة الساعة 4، وهو ساكن في وسط البلد. قالوا له إيه الساعة 4 دي؟ ده ميعاد المظاهرة، وقبضوا عليه. أنت لو رحت أي دولة محترمة وقلت لهم الكلام ده هيقبضوا عليك بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات ويكشفوا على قواك العقلية. في ناس كتير متخيلين إن اللي بيتكلم في السياسة بس هو اللي ممكن يتعرض لمشاكل في البلد دي، لكن في الحقيقة الفكرة دي ملهاش اي اساس من الصحة. النظام بيتعامل مع الشعب بمعاملة الفرارجي اللي بيمد ايده في القفص ويقفش اي حاجة تيجي في ايده وانت ونصيبك. السيسي لوزراء الشباب العرب: يجب تحصين الشباب من الافكار المتطرفة. افكار متطرفة زي المطالبة بحياة كريمة وعدم بيع اراضي الدولة وبقية الحاجات الدخيلة على مجتمعنا المحافظ واللي بتدفع الشباب الى الارهاب دي. وقف بث برنامج على مسؤوليتي وعدم استضافة موسى باي برنامج اخر. ادي اخرة التجويد في الطقس. في قاعدة مشهورة في فقه تنص على ان الاتباع في خير من الابتداع، والزيادة في كان نقص فيه. وطبعا لاننا دولة محترمة وبننفذ القانون على الكبير والصغير، فبرنامج احمد موسى ما توقفش ولا ليلة واحدة، واحمد موسى بيظهر كل يوم ولا كأن في حكم ولا قرار بالوقف. فعلا القانون لا يعرف زينب، بس يعرف احمد موسى. محمد حسان يقدم برنامجا تلفزيونيا عن تجديد الخطاب الديني خلال رمضان. يا سلام، مفيش احسن من فضيلة الشيخ محمد حسان يعمل برنامج عن تجديد الخطاب الديني في رمضان، ويا ريت يعرضوا على اون تي في والقاهرة والناس بالمرة. اصحاب الخطاب القديم هيفضلوا يشتغلونا ويغنوا علينا ليوم القيامة عن أهمية تجديد الخطاب الديني، ولا الخطاب بيتجدد ولا هم بيبطلوا يبيعوا دين. أمين الشرطة المتهم بقتل عامل الرحاب يهدد الشاهد: لما اطلع شوف هعمل فيك ايه. أمين الشرطة القاتل اللي راح المحكمة بلبس مدني مش بلبس الحبس الاحتياطي وهدد الشاهد على مسمع ومرأة من القضاء والنيابة والمحامين ومحدش فيهم كلمه، كل ده عادي جدا. اللي أنا مستغرب له ازاي القاضي ما فتحلوش القفص عشان يطلع يقتل الشاهد ويدخل القفص تاني. غدا والي وزيرة التضامن الاجتماعي: العين على مصر جامدة ولا أعلم لماذا. على ايه يا حسرة؟ الحسد القرد على حمار خدوده. وزيرة سيلفي الأمم المتحدة بتقول إن مصر منظورة اليومين دول، وده مش بعيد عشان مفتوحين ومش عارفين نداري الخير اللي طفح فجأة عندنا. الحل الوحيد إننا ناخد مصر نزورها الأولية ودستتين شمع لأم هاشم، أو طيارة هليكوبتر تطلع تبخر مصر كل يوم مع التخميس المستمر من مساعد الطيار. أكبر قرض في تاريخ مصر ينتظر تصديق البرلمان. البلد اللي معرفتش تطفي حريقة في العتبة لمدة 12 ساعة عايزة تعمل مفاعل نووي وبتاخد قرض بحجم نص دينها الخارجي كمان عشان تعمل قرض ب 25 مليار عشان تعمل مفاعل نووي. الانتحار الجماعي بقى مكلف جدا. الجدير بالذكر ان القرض هنبتدي نسدده سنة 2029، يعني بعد 13 سنة، ومصر طبعا مش هتكون موجودة وقتها، هيكون المفاعل اشتغل بالصلاة على النبي وقبل الواجب. يلا ولا الحوجة للنيزك اللي مش مستنطفنا. انا بس حابب افكركم ان هم لما جم يرفعوا الدعم عن البنزين والسولر قالوا لنا عشان ما نقترضش ونسبب اعباء تكبل الاقتصاد والاجيال القادمة. حسام سويلم: سلاح النبضة الكهرومغناطيسية وراء حادث الطائرة. لا استبعد نقطة مهمة يجب ان اعتبرها، احتمال تعرض الطائرة لعمل عدائي من قبل دول كبرى تستخدم سلاح النبضة الكهرومغناطيسية. انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي، لتدمير الاهداف عن بعد من الفضاء، وذلك في اطار نظام التسليح حارب. متأكد يا سيادة اللواء انه سلاح النبضة مش يا سيادة اللواء؟ والله انت لو بتحب مصر بجد تبطل تتفرج على مازنجر، في حاجات جديدة اليومين دول. اتفرجت على ابطال الديجيتال؟ ايه قديم هو كمان. حساسين عن كواليس لقائه ببابا الفاتيكان: قال لي هو البرلمان المصري فيه شباب حلوين كده، ثم قام بالعض على شفته السفلى وهو ينظر في عينيه مباشرة. دكتور حساسين خلي بالك، عشان لسه مباحث الاداب قابضين على واحد من يومين بسبب الموضوع ده، عشان معلش مفيش مفهوم الحريه الشخصيه عندنا للاسف، يعني انت راجل برلماني وعارف يعني. اختفاء طائره مصريه على متنها 58 راكبا. ايه بقى موضوع الطياره ده باختصار؟ صحينا في يوم الصبح على خبر اختفاء طائره مصر للطيران، واللي كان على متنها 58 راكب غير طاقم الطياره، وما نعرفش اي حاجه عنها وقتها. والقنوات المصريه طبعا في ميه البطيخ ومشغله محرم فؤاد وقاعده بتغني، وبناخد كل اخبارنا من سكاي نيوز عربيه والسي ان ان والجزيره. بدات الاخبار تيجي واحده واحده، وعرفنا ان اخر ظهور
للطيارة على الرادار كان جنب أثينا. قام بعدها مكتب مصر للطيران شكل غرفة في مطار القاهرة لمتابعة حادث الطيارة. بعدها مصر واليونان بعتوا طيارات عسكرية عشان تدور على الطيارة أو ما تبقى منها، لأن كل الاحتمالات وقتها بتقول إن الطيارة وقعت. مصدر مسؤول في مصر للطيران بيقول إن أجهزة الطوارئ في الطيارة أرسلت رسالة استغاثة للقوات المسلحة الساعة 4:30 بس اللي يجنن أصلاً إزاي الطيارة اختفت الساعة 2:30 وبعتت رسالة استغاثة الساعة 4:30؟ قام المتحدث الرسمي قال لك لا، إحنا ما جالناش رسائل استغاثة من الطيارة، روح ارموا بلاكوا في حتة تانية. الساعة 8:30 الصبح الرئيس الفرنسي كتر خيره عمل اجتماع في قصر الإليزي لبحث أزمة اختفاء الطائرة، والسيسي لسه بياكل رز ولبن مع الملايكة ومش عايز حد يزعجه دلوقتي. بدأ المسؤولين يحسوا على دمهم شوية، ورئيس الوزراء وصل لمطار القاهرة لمتابعة تطورات الطيارة. يا مسهل، أما نشوف. بعدها قال مصدر في مصر للطيران وبيؤكد إنهم توصلوا لمكان الطيارة في مكان بين مصر واليونان اسمه كومبي. سكاي نيوز نقلا عن وزارة الطيران بتقول إن الطيارة وقعت. المتحدث باسم وزارة الطيران نفى تحطم الطيارة وقال هي مختفية بس، هي ضايعة احنا مش لاقينها بس ما وقعتش. الحمد لله السيسي صحى من النوم وبعد ما فطر وشرب الشاي بلبن قال لك اما اعمل اجتماع مع مجلس الامن الوطني عشان يشوف ايه حوار الطيارة ده. معلش قلقناك يا ريس. وزير الطيران اللذيذ الظريف بدل ما يطلع يطمن الناس ويشرح ملابسات حادث الطيارة طالع يقول بتحصل في كل الدول وما عندناش حاجة نخبيها يعني. لا شفافية شفافية يعني. كده كل الدلائل بتشير ان الطيارة وقعت مش مختفية، وفي اقاويل بتقول انها وقعت مش بسبب عطل فني او خلل زي ما ناس بتقول، لا الاحتمال الارجح انها وقعت بسبب تفجير، لان مفيش طيارة هتختفي بالسرعة دي من غير ما تبعت رسالة استغاثة. ده غير ان طيارة الايرباص فيها شروط امن وسلامة ممكن تبعت رسائل استغاثة في اي وقت يحصل فيها مشكلة. بدأت التصاريح تطلع وقام رئيس الوزراء قال اننا ما نستبعدش ان ده يكون عمل ارهابي، هما مظبطين نفسهم على اي حاجة ومستنيين، شوية يقولوا ما وقعتش وشوية يقولوا لا عطل فني وشوية ممكن يكون عمل ارهابي. حتى رئيس وزراء فرنسا قال انه لا يستبعد اي فرضية في اختفاء الطيارة بمعنى انه ممكن يكون عمل ارهابي فعلا. وكل سنة والسياحة طيبة وبخير. ونرجع لنقطة البداية، وزارة الطيران قالت انه لا يزال البحث جاريا عن الطيارة المفقودة. وزير الخارجية الفرنسي عمل اجتماع الصبح في حين ان وزير الطيران لسه هيعمل اجتماع الظهر، مع العلم ان الطيارة مصرية مش فرنسية يعني ولا حاجة، بس دول ناس مسؤولين ما اعتقدش اننا عندنا منهم يعني. هيئة تنشيط السياحة قال لك نتابع ازمة الطائرة ونتواصل مع جميع المكاتب الخارجية. سياحة ايه بقى يا ابو سياحة؟ ما خلاص كل سنة وانت طيب. هو بعد الطيارة الروسية وطيارة قبرص والطيارات دي هتشم ريحة سياحة؟ يبقى قابلني. الرئيس الفرنسي يؤكد تحطم الطائرة المصرية فوق البحر المتوسط، وبكده اتأكد الخبر، وكالعادة مش من مسؤول مصري، لا من رئيس فرنسا نفسه، لأن اللي عندنا قاعدين بيلعبوا كاندي كراش ومش فاضيين للكلام الفارغ ده. وزير الطيران افتراضين لسقوط الطائرة أحدهما مفرح. احنا سمعنا النهاردة، أنا قريت قبل ما أدخل عندكم هنا النهاردة، قريت فرضيات شكلها جميل قوي بتقول إن ده حادث إرهابي، وقريت فرضيات يعني شكلها مش جميل قوي بس اهي بتقول ان الموضوع كان موضوع فني. وزير الطيران المصري خريج معهد الخدمة الاجتماعية شايف ان كارثة سقوط طيارة وموت عشرات المصريين والاجانب هيكون امر محزن بس لو كان السبب راجع لاخطاء ليها علاقة بالطيارة، انما هيكون مفرح لو كان السبب عمل ارهابي لان ده بيخلي مسؤولية الشركة. وزير الطيران كان ناقص يوعدنا ان التحقيقات لو اثبتت انه عمل ارهابي هيعمل احتفالية كبيرة بالمناسبة السعيدة. بالمناسبة النفي السريع والعصبي ان الجيش تلقى اشارة استغاثة من الطيارة المنكوبة له سبب تاريخي، انه فتح على جرح قديم عمره 10 سنين لما غرقت عبارة السلام 98 الساعة 1 بالليل. تم ارسال اكتر من اشارة للجيش بعد ساعة 1 من الحادث، لكن القوات ما ابتدتش تتحرك الا الساعة 10 الصبح، وعمليات الانقاذ الفعلي ما ابتدتش الا العصر، وكانت النتيجة ان القوات المسلحة المصرية ضحت بارواح 1000 مواطن في الوقت اللي انقذت فيه القوات المسلحة السعودية اكتر من 200 مصري. التقصير ساعتها كان له علاقة بخوف مبارك من انقلاب عسكري وعدم امكانية تحرك اي قطع بحرية او جوية إلا بأمر قائد القوات اللي بيقبض بدل ولاء من مبارك، وبسبب البيروقراطية العسكرية المصاحبة للمنظومة دي. الكلام ده كله موجود رسمي في التحقيقات وفي تقرير لجنة تقصي الحقائق اللي شكلها مجلس الشعب وقتها، واللي استقر رأيه وقتها ان القوات المسلحة اهملت اهمال شديد في انقاذ ارواح المصريين، لكن ما يصحش انها تتحاسب طبعا حفاظا على الامن القومي وعشان صورتها ما تتهزش قصاد الشعب. فحادثة الطيارة طبعا ما كانتش هتفرق، اكفأ قوات في العالم ما كانتش هتنقذ حد، لكن لو حصلت حادثة عبارة تانية بكرة برضه الجيش مش هيتحرك الا بعد ما كل الركاب يموتوا. يعني اذا كان الشعب مبسوط بيكو ولابس فوق راسه بيادة وبيضحك عليه بفناكيش الكفتة وتفريحة القناة والمليون فدان، ارحموا، اسسوا اجهزة انقاذ محترمة منفصلة مستقلة عن الجيش تنجد الناس وما عندهاش امكانية انها تعمل انقلاب زي ما انتوا عملتوا، وتفضوا انتوا بقى خالص بقى للسلام الدافي مع اسرائيل والمكرونة ودور الافراح والكباري اللي بتنسوا تحطوا فيها خوازيق. مفاجأة، قيادة الشرطة لم يردوا الملايين المنهوبة في قضية فساد وزارة الداخلية. طب فين المفاجأة يعني؟ نائب المواطن لو خد علاوة 100% هيصرفها برضو، ومش الحل اننا نزود مرتبات الموظفين. هو الحقيقة اننا كمصريين عندنا عادة غريبة جدا يا اخي، لما بناخد فلوس بنصرفها. ما هو المواطن ده لو كويس وبياخد الفلوس يتبرع بيها للبلد مثلا ولا بيصبح بيها على مصر كنا ادينا له، انما تقول ايه يا اخي الشعب الغريب ده. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه.
لله ما شاء الله. بسم الله الله أكبر. نقرا المعوذتين يا جماعه بعد اذنكم. ثقه في اللي نجح. وفي نهايه الحلقه عشان الحلقات الجديده توصلكم اول ما تنزل، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه اذا حابين، واذا مش حابين مفيش مشاكل اصلا عادي يعني. بس انا كده مضطر ارفض عصام لانه واضح ان ما حدش محترم وجوده خالص يعني، ولا عاوز يعمل سبسكرايب في القناه. فلو حابين تكونوا من قطاعين الارزاق ما فيش مشاكل عادي برضو اصلا، مفيش مشاكل خالص. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.